السلام عليكم ورحمة الله. موجز أخبار الثالثة من قناة المرابطون، أهلا بكم. تتواصل بولاية طرارزة زيارة الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، حيث وضع الحجر الأساس لمخطط عمراني جديد في مقاطعة وادي الناقة، كما زار مركزه الصحي ودشن محطة للكهرباء في قرية النباغية. نظم المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالتعاون مع السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ندوة بنوكشوط حول العلاقة بين الفقه والطب. وقال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم محمد المختار والمبالا إن الندوة تهدف إلى الخروج بتصورات واضحة فيما يتعلق بحدود العلاقة بين الموضوعين، خصوصا فيما يتعلق بالفتاوى المرتبطة بالإفطار والصيام. دعا رئيس حزب الصواب والقيادي بكتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي عبد السلام والحرمة إلى حوار سياسي جاد وعاجل يخرج البلاد مما أسماها الأزمة التي قال إنها باتت تعيشها، مطالبا الأطراف بتحمل المسؤولية وأخذ زمام المبادرة من أجل إطلاق حوار سياسي. التحديات الإقليمية المحيطة بموريتانيا موضوع نقاش بحثي كتابين صادرين عن مركز الجزيرة للدراسات لمؤلفين موريتانيين. تناول أحدهما الموقف الموريتاني من ملف النزاع في الصحراء الغربية، بينما تناول الثاني نشأة الجماعات الإسلامية المسلحة في إقليم أزواد. نظم في العاصمة نواكشوط يوم تفكيري بمشاركة 100 مواطن من مختلف أنحاء البلاد لبحث التأثيرات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية. ويأتي تنظيم هذا النشاط بالتزامن في العديد من دول العالم تحت عنوان وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة، تمهيدا لقمة المناخ التي ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس نهاية نوفمبر القادم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الرابعة موجز الأخباري بحول الله، السلام عليكم.